السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وصفة حليمة. فاليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد تكتوكة اللي كتجي هائلة وبنينة. فغندوزو المقادير وطريقة تحضير. عندنا جوج دنجالات اللي دخلناهم الفران وجوج فلفلات دخلناهم الفران وحيدنا لهم القشرة وقطعناهم مرصوات صغيرين هكا. وعندنا جوج طماطم صغيرين، جوج مطيشات صغار قطعناهم، وجوج روس ديال الثوم، وبصلة مشلضة، وجوج معلقة ديال زيت العود. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشحروهم ان شاء الله. بسم الله. فهي كتجي بنينة بزاف هاد التكتوكة. وعندنا في التوابل ان شاء الله الملح، واحد نص معلقة الملح كما كيبقى لكم الاختيار. وعندنا تحميرة هي البابريكا، واحد معلقة ونص. وعندنا الإبزار البيض، ما نكتروش الحار بزاف لأننا غادي نديرو ديجا الفلفلة الحارة. وعندنا الكمون هو كيبننها بزاف لأن غادي نعاودو نزيدوها واحد شوية بخي. غادي نخلطو الكل، نخليهم يتشحروا ان شاء الله، ومن بعد غادي نضيفوا عليهم الدنجال والفلفله اللي قطعنا وصوبناهم. فمن الاحسن اننا نديروهم في الفران فكيطيبوا مزيانين وكيتقطعوا لنا بهذه الطريقه، حتى تيجيو زوينين ومقطعين ما تيبانش انهم غلاضين ني حتى حاجه. دونك ان شاء الله غادي نضيفوا عليهم، نضيفوهم على البصله والمطيشه بعد ما يهبطوا. نرجعوا نوريكم الطريقه كيفاش ان شاء الله. فبعد ما تلات معنا البصله والمطيشة فدابا ان شاء الله والثوم، غادي نضيفو ليها ان شاء الله الدنجال والفلفلة اللي ديجا دخلناهم الفران وقطعناهم قطع صغيرة ان شاء الله. وغادي نضيفو ليهم القزبر والمعدنوس، وانتوما كيبقى لكم الاختيار الى بغيتو ديرو القزبر ولا مبغيتوش. ما كيبقى لكم الاختيار ديرو المعدنوس ولا القزبر، ما كيبقى لكم الاختيار. فوالا نقدروا من بعد نزيدو زيت العود ان شاء الله، ونضيفو شويه انكور ديال الكمون اللي هو تيعطيها واحد لوغو زويون وهائل. فوالا وغادي نضيفو واحد شويه ديال الحار، وكيبقى لكم الاختيار اللي بغا يضيفو الحار يضيفو، واللي مبغاش ميضيفوش. هانتوما كيبقى لكم الاختيار. اللي عنده دراري صغار ما يقدرش يديرها ما يديرهاش. عندنا واحد نص معلقه ديال البحار، وغادي نخلطو الكل ونخليهم يطيبو ان شاء الله، ونرجعو باش نضيف واحد نص معلقه ديال زيت العود هكا. فوالا كتخلي واحد لوغو كيجي بنين وهائل. دونك غادي نخليوه ان شاء الله حتى يهبط معنا هاد شويه ديال الدنجال وداكشي، ونخليوه ان شاء الله فوق البوطه واحد جوج دقائق ونرجعو باش نقدموه لكم بالصحه والراحه. فوالا بعد ما وجدات معنا التكتوكه فكنقدموها لكم بالصحه والراحه. كنتمناو هاتنا الاعجاب ديالكم، حنا شاركنا معكم، كنتمناكم تشاركوها مع الاهل والاصحاب ديالكم. فشكرا لكم على تتبعكم للحلقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.